دعوة من محافظة سليمانية بتنظيم المعرض التشكيلي الأول في سليمانية، يضم مجموعة من فنانين العراق، أكثر من 100 عمل فني وأكثر من 30 فنان مشارك. هذا المعرض هو لطرح أو لم شمل الفنانين في أرض سليمانية كمعرض ثقافي فني يهدف إلى تماسك الأخوة الموجودة ما بين الشعب. احنا كفناني اكراد نشوف هالمعرض يعني معرض رائع ومعرض جيد وعنده استفاده كلش جيده بالنسبه للمجتمع السليمانيه وفناني السليمانيه. هاي الانقطاع بصراحه يعني مده بين الاكاديميه بغداد، احنا كنا كفنانين خريجي اكاديميه بغداد ومعهد فنون جميله بغداد، ولكن هاي الانقطاع منذ سنوات اثر على الفن التشكيلي بالنسبه للعراقيين. وهذا المعرض انا اعتبره معرض جيد ورائع ويذكرنا بالايام الماضيه اللي كان الفنانين كرات يقيمون المعارض في بغداد وفناني بغداد يقيمون المعارض في سليمانية، وهاي التبادل الثقافي طبعا يأثر عندما يشوف الفنان فد لوحة راسمة فد فنان آخر، طبعا هاي اللوحة يأثر على ثقافته على وعيه، ولهذا أنا أعتبرها جيد. أشكركم وأشكر قناتكم على متابعة هالبرنامج. صباح الورد، صباح الجمال على هذا المعرض الجميل للفنانة التشكيلية الكبيرة ندى عسكر، شرفتنا اليوم بالسليمانية بمعرض يضم عدد كبير من لوحات رائعة بين الزيت والأكريليك وبين الماضي والحاضر وبين التراث والتاريخ. استطاعت الفنانة التشكيلية ندى عسكر أيضا من خلال تواجدها هنا في السليمانية بجمع كبير من الفنانين، بحيث إذا احنا ما ملتقين بهم في الأيام العادية نلتقي بهم في المعارض، واعتبره كرنفال جميل ورائع وخطوة رائعة، واتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله.